واقع التمدرس بالعالم القروي للنواب المحترمين الحسين الرحيوية، العربي مهيدي، فاطن الكحل ومحمد الكرافسي من الفريق الحركي. فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا. شكرا سيد الرئيس، سيدة الوزيرة، سيدات والسادة النواب المحترمين. سيدة الوزيرة، رغم مرور سنوات على خروج الميثاق الوطني للتربية والتكوين حيز الوجود، فإننا ما زلنا نلاحظ انتشار العديد من الظواهر التي تعيق سير المنظومة التربوية خاصة بالعالم القروي، ومن بينها الخصاص البنيوي الذي تعرفه أغلب المؤسسات التعليمية على مستوى التجهيز والصيانة وقلة الأطر التربوية من مدرسين وأساتذة ومعلمين. لذا نسائلكم سيدة الوزيرة محترمة عن الاستراتيجية الحكومية للرفع من جودة التربية والتكوين بالعالم القروي، وبالأخص من خلال معالجة الظواهر المذكورة سالفا. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، تفضل يا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، السادة النواب. في الحقيقة كذلك هذه المسألة سبقنا ترناها في جلسة سابقة، وذكرنا بالظروف الصعبة للاشتغال داخل الوسط القروي، وقلنا كذلك بأنه في البرنامج الحكومي وفي البرنامج اللي غادي نتقدموا به اللي هو على هذا الأجل ديال 3 سنوات سوف يحظى الوسط القروي بعناية خاصة، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالموارد البشرية التي تشتغل في هذا المجال والتي تشتغل في ظروف صعبة. كما سبق كذلك أن قلنا بأنه ربما في الوسط القروي كذلك هناك واحد النوع من عدم الاهتمام بالمؤسسة التعليمية وبالمشتغلين بداخلها، ولهذا ربما البرنامج الذي سنتقدم به سيكون برنامجا متعدد الأبعاد الذي من خلاله سوف نتعاون جميعا حكومة وجماعات محلية ومنتخبين حتى نتمكن من القضاء على هاد الظواهر التي تقلقنا جميعا، وأن نقدم خدمات تربوية لكل الأطفال المغاربة أينما وجدوا في الوسط الحضري أو في الوسط القروي في نفس مستوى الجودة. وفي ذلك علينا أن نتعاون جميعا، وإن شاء الله هذه هي اللي باقي كي للآن اللي خصنا نبداو نشتغلوا فيه، لأن ربما إلا بقيتوا كتسولوني نفس الأسئلة وكنجاوبكم نفس الأجوبة غادي نعياو شي شوية ونحسوا بواحد النوع من واحد شوية ديال الإحباط، لأن خصنا نحسوا براسنا بأننا رحنا كنعملوا خطوات للأمام. إن شاء الله لابد أن نتعاون معكم من أجل ذلك، وهذا هو من إن شاء الله غنتقدموا باقتراحات في منهجية التعاون معكم من أجل أن نحتضن هذه المدرسة وأن نجعلها في المستوى الذي يرضى عنه كل المغاربة ونحن جميعا بطبيعة الحال. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير المحترمة. الكلمة سيد النائب المحترم في إطار تعقيب، تفضل. شكرا سيد الوزيرة. تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنذكرك سيد الوزيرة، شكرا على جوابكم الذي يظهر حسن النية في الكباب على هذا المشكل أكثر من تحديد الإجراءات ملموسة وفق أجل محددة. فمشكل ديال التعليم بالعالم القروي لا يعرفه إلا الناس اللي يعانون من معوقاته التي لا تحصى ولا تعد، مثلا كقدم مؤسسات تعليمية وعدم توفرها. كيف يعقل سيد الوزيرة تلقوا مؤسسات تعليمية في العالم القروي ما فيهاش مرافق صحية ولا حراس؟ لأن عديد ديال المؤسسات اللي عندنا في الجهة ديال الشاردة بن حسن اللي تمت السرقة ديالها، شكون مسؤول عليها؟ كاين خزانات اللي سرقوا سيد الوزيرة، كاين بالنسبة هناك قلة الأطر التربوية، حيت تنوجدوا سيد الوزيرة عدة مستويات في قسم واحد. كيف يعقل أن معلم يقري 4 المستويات من لقاو مستوى ديال التحضيري والرابع والخامس والسادس؟ هذا كيف يعقل باش هاد التلميذ اللي في السادس غادي يأثر عليه بالنسبه للتلميذ اللي في التحضيري يأثر عليه المستوى ديال السادس؟ هناك مشكل ديال التنقل، حيت تنوجدوا بعض الاعداديات ولا الثانويات تيتواجدوا بعد على واحد العدد ديال السكان. كاين مشكل ديال الهدر المدرسي، هذا ناتج عن البعد
وعن ملي نلقاو مثلا فتيات، كيف يعقل فتيات داخل مدرسة ما وما كاينش مرافق صحية؟ لهذا السيدة الوزيرة نطالبكم بإيجاد حلول وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم.